اهلا بيكم من جديد وباقي فقرات الاهلي خط احمر. عندنا خبر عاجل هو ان محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر وكمان الكابتن حمدي فتحي هيخضعوا لاشعه النهارده لان اللاعبان يعني بيعانوا من الم في الخلفيه للكابتن محمد الشناوي وربما شد في الخلفيه للكابتن حمدي فتحي. طبعا نتمنى اننا نطمن على اللاعبين طبعا ونتيجه الاشعه مهمين جدا مشاركتهم مع منتخب مصر ويكونوا سلام مجهزين لمباراه نصف النهائي والنهائي البطوله العربيه وطبعا المباراه المهمه والمرتقبه للنادي الاهلي وهي مباراه السوبر الافريقي. فتمنياتنا ان شاء الله ان نتيجه الاشعه تكون نتيجه لصالح اللاعبين وتطمنا على اللاعبين. الاخبار دي بتقفلني للامانه يا اسامه والنادي الاهلي مش ناقص، يعني منتخب مصر اقف حاجه لكل اللاعبين بس النادي الاهلي مش ناقص، فان شاء الله تيجي الاخبار ايجابيه لان بنشوف لاعب ورا لاعب ورا لاعب والاهلي بيدفع ضريبه ويجي البعض كمان يزايدوا عليه. مشكله كبيره جدا وجهات كبير جدا ومجهود كبير جدا من لاعبي النادي الاهلي ولاعبي منتخب مصر، نتمنى ان شاء الله السلامه للجميع.